إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد. هنيئًا لكم معاشر المؤمنين أن بلغكم الله شهر الصيام وأنتم ترفلون في أثواب الصحة والعافية والأمن والإيمان. كم من بشر على وجه هذه الأرض قد حرم من هذا الخير العظيم ومن هذه المنح الربانية، منهم من حرم من الصيام بسبب المرض، ومنهم من حرم بسبب الكفر بالله سبحانه وتعالى فهو لا يؤمن بالله ولا بشرعه، ومنهم من حرم لضلاله وانتكاسه وعمى بصيرته. قبل عدة سنوات اتصلت علي امرأة تشكو بحسرة ومرارة زوجها الذي تجاوز 60 من عمره، تقول يحضر الأكل بعد الظهر في رمضان ويأكل، بل ويطلب من أبنائه أن يشاركوه في هذا الأكل. وهؤلاء أحبتي في الله بشر مثلنا، لكن الله سبحانه وتعالى لطف بنا وهدانا وثبتنا وحفظنا، وإلا كان من الممكن أن نكون من هؤلاء الذين عميت بصائرهم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فلنغتبط بهذه النعمة ولنحافظ عليها ولنشكر الله سبحانه وتعالى عليها ونسأله الثبات إلى أن نلقاه، لأن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والتقوى والعبادة والعلم فهو على خطر، فهو على خطر ما دام أن روحه لم تخرج من جسده. أحبتي في الله، الناس مع القرآن 5 أصناف: صنف يتلونه حق تلاوته يلتمسون الأجر المترتب على تلاوة هذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات، يلتمس هذا الأجر العظيم. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني: من يقرأه ويتدبر معانيه، يقف عند آياته ويتأمل المعاني التي تحملها هذه الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من أعظم مقاصد إنزال هذا القرآن أن يتدبر وأن يفهم، ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الصنف الثالث هم الذين جمعوا مع التلاوة والتدبر العمل، والعمل ثمرة من ثمار التدبر، لأنه إذا فهم عمل. وهؤلاء هم أصناف أهل الإيمان مع القرآن. بقي صنفان لا حظ لهم في الإيمان: يقرؤون القرآن لكن ليسوا من المؤمنين. الصنف الأول وهم الذين يراؤون أو يجارون لكن لا يعنيهم القرآن، لا من قريب ولا من بعيد. فهؤلاء مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صنف من المنافقين، قال: هؤلاء مثل الحنظلة
لا ريح لها وطعمها مر. أما الصنف الأسوأ وهو من الأخسرين أعمالا، وهو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فهو الذي يتاجر بهذا القرآن، الذي يريد أن ينال به حظ من حظوظ الدنيا، لا يقصد به الله سبحانه وتعالى، لا يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولا الدار الآخرة. فمن أول من تسعر بهم النار ثلاثة ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جيء به قد قرأ القرآن، فقيل له إنك قد قرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أنا سأقف مع صنف واحد من هؤلاء الأصناف الخمسة، وهو صنف المتدبرين. وتدبر القرآن، ولا شك أن شهر رمضان فرصة عظيمة، لأن شهر رمضان شرفه الله بهذا القرآن، فازداد القرآن شرفا بنزوله في هذا الوقت الفاضل، وازداد شهر رمضان شرفا وفضلا بنزول القرآن فيه. ولذا نجد الناس يقبلون على القرآن في رمضان أكثر من غيره. ففرصة لما الإنسان يقرأ القرآن يقف عند معانيه، لأنه تمر علينا آيات قد لا نتأمل ما تحمله من معاني عميقة. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة، قالوا وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أينا يسلم؟ إنسان يظلم نفسه، يظلم غيره، يظلم أهله، يظلم، ما يسلم الإنسان من الظلم، لأنهم وقفوا عند معناها. عمر رضي الله عنه قرأ بالناس وهو إمام، فإذا نقر في الناقور فتأثر وبكى رضي الله عنه، وبلغ به التأثر أن زاره الناس أسبوع كامل في بيته، لأنه أدرك ما تعنيه هذه الآية التي ربما نمر عليها كثيرا ولا نقف. فتدبر القرآن له أثر في الخشوع، في الخشية. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ولا شيء أنفع للقلب من تدبر القرآن، فهو الذي يورث الخشية والخوف والرجاء والتوكل والصبر والشكر، وهو الذي يحمل المؤمن على الأعمال الصالحة ويكفه عن الأعمال السيئة التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. كل هذا ناشئ من التدبر. ولذا بعض الصالحين كان سبب هدايته أنه سمع آية تدبر معناها، منهم الفضيل بن عياض رحمه الله. فتدبر القرآن معاشر الإخوة له أثر عظيم في السلوك، له أثر عظيم في التقوى، له أثر عظيم في الصلاح. فلا يكون همنا هو مجرد أن نقرأ القرآن، الذي ينبغي أن نقرأ القرآن ونتفهم ما فيه من المعاني، وإذا خفي علينا شيء فكتب التفسير وأهل العلم موجودون. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب يوما من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، فتعجب ابن مسعود رضي الله عنه، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد.
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. فتدبر القرآن معشر إخوة له أثر في صلاح النفس، له أثر في السلوك، له أثر في التقوى، له أثر في الثبات، له أثر في زيادة الإيمان. لأنه ما وقع الإنسان المؤمن في شيء من المعاصي إلا بسبب ضعف إيمانه، وتدبر القرآن وتلاوته من أعظم ما يزيد الإيمان ويقويه ويحصن المؤمن من هذه المضلات. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.